السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الله يسلمكم راح أسوي إسبرسو. راح أسوي إسبرسو. طبعا عندنا في السبيشاليتي كوفي الإسبرسو يعني بشكل عام بال 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 بالوزن ما له شغل سنجل ودبل. سنجل ودبل المتعارف عليه يفرق. احنا عندنا هني في السبيشاليتي كوفي بكم جرام وبالوزن، نتعامل بالجرام وبالوزن، وكل واحد على حسب مزاجه. هو السبيشاليتي كوفي كل واحد يعني ما في شيء اسمه صح وما في شيء اسمه غلط وما في شيء معين، كل واحد مزاجه. عندنا هني الباسكت 21 جرام. ال 21 جرام الله يسلمكم نقدر نزيد فيها كوفي، يعني نحط فيها بينز اثنين زياده، يعني يا 21 او 23 او نقدر ننقص اثنين اللي كم يعني يعتبر 19. يعني نقدر نحط 21 ونقدر ننقص 2 نخليه على 19 ونقدر نزيد 2 نخليه 23. لكن يفضل اللي على حسب الباريستا، يفضل انه اذا كان الباسكت 21 تخليه 23، يعني تخليه فل. يعني انا بغيت اخليه 19 ما اخليه على الباسكت هذا 19، استعمل الباسكت 17 وازيد على 2 واخلي فيه 19، واقدر هني اتم على 17، واقدر اني اتم على ال 15. يعني عندي 2 زياده فوق واثنين زياده تحت. هذه البدايه. اول الحين انا اللي علي اني احط كم جرام بينز احتاج. اول شيء اختار الباسكت. الباسكت عندي مثل ما هو واضح 14 جرام، يعني انا بضيف عليه 16. اضيف عليه 16 جرام. شلون اضيف عليه 16 جرام؟ استعمل اي كوب عشان احدد كم احتاج جرام. تقريبا هذه 10، هذه 15، تقريبا وصلنا خلاص تقريبا 16 جرام، تقريبا حبة واحدة زيادة. اوكي نقول الحين 16 جرام عندنا. حاليا انا استخدم جراندر الكوماندانتي. الكوماندانتي هي معروفة اليدوية، الطحانة اليدوية. اخذت القطعة هذه اللي هي اللي تمكنني ان اخليها اقلبها اوتوماتيك. يعني الكوماندانتي هذه اصلا اوريدي هي قطعة طحانة يدوية باليد. الجهاز ذي يتحكم فيها يخليها اوتوماتيك. احط فيها البينز اللي انا اخذت وزنه اللي هو 16 جرام بينز. انزين وارجع اركب الكوب، اشغلها اطحن القهوه في المعيار اللي انا استنتجته من قبل. يعني انا عندي معيار خاص حق الماكينه. كل واحد طبعا عنده معيار خاص فيه، يعني من ناحيه الطحنه، من ناحيه النعومه، ومن ناحيه الخشونه. بعدين هذه لازم ناخذ يعني عنها شرح مفصل، الطحنه شلون نعينها وشلون نخشنها. حاليا انا الطحنه جاهزه عندي، معايرها على معدل خاص بنعومة الماكينة، ماكينة الاسبريسو. يعني طحنة خاصة حق الاسبريسو. نشوف شلون تكون الطحنة. تكون ناعمة طبعا، غير عن قهوة الفلتر. قهوة الفلتر تكون أخشن. حلو. حاليا آخذ البورتو فلتر. شلون أضيف البينز عندي في الباسكت وأركبه على البورتو فلتر. ركب البورتو فلتر طبعا ال 14 جرام ركبناه. عندي انا هذه القطعه عشان ما يتنثر البينز يمين ويسار. ارجع اصفر العداد واتاكد ان طحنتي صفره طبعا مره ثانيه، اتاكد ان طحنتي 16 جرام مثل ما انا حطيتها. بالفعل 16 جرام عندي الحين البورتو فلتر، وراكب عليه الباسكت ال 14 جرام باسكت بهالطريقة. خله زين عشان البينز يكون ركب. العادة يكون في شيء اسمه
الاو سي دي اللي هو يرتب لي ويصفف لي القهوة، لكن حاليا انا ما اخذته، ان شاء الله اني راح اخذه في المستقبل القريب. تمبر، طبعا انا استخدم هذا التمبر عشان قلنا نكبس على القهوة. شلون نكبس على القهوة؟ الحين نشوف. الحين لازم اني اكبس بالتمبر قلنا. اول شيء لازم اني اثبت البورت والفلتر على اي سطح يكون ثابت، واحط البور احط التمبر بشكل مستقيم، واحاول اني اميل هالشكل، دوره حركه دائريه، وبعدين اكبس بقوه وانا لاف بشكل مستقيم، يكون البينز مترتب وبشكل سطحي، يعني ما في زاويه مرتفعه ولا زاويه نازله، يكون كله بزاويه واحده. الحين شلون نركب البورتو فلتر في الماكينه؟ نتاكد ان كل شيء اوكي. طبعا الحراره عندنا نتاكد انها اوكي 93 عندي انا. نركب البورتو فلتر، نثبته صح، ولازم ان نحط لنا ميزان عشان نعرف كم جرام قهوه نحتاج. طبعا انا عندي 16 جرام، لا اقدر اني استخلص كحد اقصى ضعف ال 16، يعني ضعف ال 16 بيكون كم؟ اقدر اني استخلص ضعف ال 16 بيكون ضعف ال 16 اللي هو 32 جرام. انا بامكاني استخلص حاليا 32 جرام، لكن كحد اقصى اقدر اني استخلص اقل من ال 32، يعني على حسب رغبتي. انا ابي مثلا الاسبرسو يكون على يعني تقريبا انا ابغي على 28، انا ابغي 16 جرام قهوه على 28 جرام الاستخلاص يكون. اصفر الميزان وابدا اول شيء حركه بسيطه، يعني ما شغل التسعه بره، البويلر اخليه على لمدة 7 ثواني وبعدين اخليه على 9 بار. شيء بسيط، الحين نشوف الميزان كم يعطينا. انا تقريبا ابقي على 28، خلاص 29 اوكي، عندي وصل بيوصل 32 اوكي. انا هالشكل استخلص، انا عندي لين 32 جرام حاليا عندي احلى عصرة اسبرسو فرش، وشوفوا الرغوة شلون طالعة بيضة، هذه معناتها ان الاسبرسو العصرة صحيحة، الرغوة صحيحة. انا ابيها بدون حليب، مجرد اسبرسو، وكل واحد يعتمد على البينز اللي هو يرغبه ويختاره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.